شاهد قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنتواجدوا هنا أمام مسجد السنة بشارع دومارس بمدينة الدار البيضاء. هذا المسجد اللي هو معلمة تاريخية بمدينة الدار البيضاء، مسجد عنده سنين وسنين، ولكن للأسف تعرض للإتلاف، تعرض للإهمال، وتم الشروع يعني في الأشغال ديالو من أجل إعادة التهيئة ديالو، ولكن اللي كيبان واللي كيظهر هو أن سنتين من أجل إصلاحات بسيطة، فالأمور غير معقولة صراحة. يعني باش تغلق مسجد السنة من أجل إصلاحات ماشي الهدم الكلي وإعادة البناء، يعني حتى لا تهدم وقاموا بإعادة بناء المسجد فما غاديش يكلف هذا الوقت كامل. فتقريبا دابا سنتين، وربما هاد السنة كذلك ما غاديش تقام فيه صلاة التراويح في شهر رمضان، وشهر رمضان ما بقاش لي بزاف تقريبا، يعني واحد شهر من الوقت، وغادي يكون شهر رمضان إن شاء الله وصل على خير. ف الناس طلبوا منا أننا نسلطوا الضوء على هذا التأخر وهذا البطء اللي يشهد الأشغال ديال مسجد السنة الشهير هنا بمدينة الدار البيضاء، واللي كيتواجد بشارع دومارس. غير باش نوضحوا الصورة، فماشي إعادة بناء مسجد، هذا إعادة ترميم وواحد المسجد اللي خلق واحد الضجة الأيام ديال الإصلاح ديالو، لأن تم هدم بعض من المآثر ديال هذا المسجد. يعني تم الهدم ديالهم ودخلوا في الجمعيات ودخلوا فاعلين جمعويين وراسلوا مجلس المدينة، لأن مسجد السنة معروف يعني بواحد الشكل هندسي معروف بواحد الامور للاسف اللي تم الهدم ديالها من اجل اعاده بناء واحده اخرى. ولكن المسجد راه سنتين، راه مده مكلفه جدا. يعني المسجد اللي تاخر بشكل كبير في الاصلاح ديالو، واش اشكال الشركه او ربما هناك صعوبات في الترميم، الله اعلم. فاللي كاين هو ان سنتين من الاغلاق هي مدة طويلة جدا باش يترمم مسجد اللي كيف قلت عنده تاريخ من المآثر ديال مدينة الدار البيضاء. مسجد السنة معروف، وهاد السنة كنا كنتمناو الناس اللي تواصلوا معنا بالأخص مع اقتراب شهر رمضان، الناس ما حدا شي مسجد آخر من غير مسجد السنة. كنتكلموا على الساكنة ديال بن لمدون، ديال بولو، ديال دومارس، ما حدا شي مسجد اخر في غادي يقوموا يعني بصلاه التراويح في شهر رمضان، وهذه السنه الثانيه ربما اللي غادي يتمنعوا من الصلاه في هذا المسجد. فنتمنوا الاسراع ونتمنوا تدخل المسؤولين من اجل تسريع وتيره الاشغال الخاصه يعني بترميم مسجد بحجم مسجد السنه. تبارك الله عليكم وبارككم الله.